بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخ الأمين العام تفضل. لا يوجد متغيب بدون عذر عن حضور الجلسة السابقة، أما المعتذرون عن حضور هذه الجلسة فعضو واحد وهو عادل عبد الرحمن المعاودة. شكرا معالي الرئيس. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. وهناك بيان بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى ويوم الشهيد. الأخ الأمين العام تفضل. بيان مجلس الشورى لمناسبة العيد الوطني المجيد 50 وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم ولمناسبة يوم الشهيد. بعظيم الفخر والاعتزاز وبأصدق معاني المحبة والولاء، يتشرف مجلس الشورى بأن يرفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطني المجيد 50 إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، باعتبارها دولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. كما ويتقدم مجلس الشورى بخالص التهاني في هذه المناسبة الوطنية المجيدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى الوطنية العزيزة على الوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار والعزة والمنعة في ظل القيادة الحكيمة رعاها الله. ويؤكد مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية بأن ما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو ثمرة النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله، الذي شمل كل مناحي الحياة العامة ليؤسس انطلاقة نهضة شاملة قوامها البناء على ما حققته وأنجزته المملكة على مدى عقود طويلة من العمل الدؤوب نحو مستقبل أكثر رحابة وإشراق، من خلال منهجية حديثة تلبي متطلبات دولة المؤسسات والقانون. كما يعرب المجلس عن فخره بما تنعم به مملكة البحرين من حياة ديمقراطية عصرية تتشارك في صناعة حاضرها ومستقبلها كل الطاقات الوطنية بإخلاص وتفان، من خلال منظومة عمل دستوري تضمن تكامل جهود كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بمشاركة ودعم من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تفعيلاً لمبادئ وقيم راسخة من الشراكة والتعاون ووحدة الأهداف، وعبر استراتيجيات ومبادرات وطنية رائدة لبلوغ الرؤية الطموحة لمملكة البحرين 2030. كما لا يفوت المجلس أن يعبر عن اعتزازه بالمكانة المرموقة التي تحظى بها السلطة التشريعية ضمن مسيرة العمل الوطني، وجعلها شريكاً أساسياً مع الحكومة الموقرة في تنفيذ الخطط والبرامج
التنموية المختلفة بما يعزز العملية الديمقراطية ويكسبها المزيد من القوة والمنعة والفاعلية. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يجدد فيه الولاء والعهد الوثيق للقيادة الحكيمة حفظها الله ليؤكد دعمه ومساندته لكل جهد وطني مخلص يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات المقام الملكي السامي لعاهل البلاد المفدى رعاه الله، على طريق الإصلاح والتقدم وترسيخ روح المواطنة الصالحة والمرتكزة على السعي لإعلاء شأن الوطن والنهوض بمقدراته وتنميتها والدفاع عنها. ولمناسبة اليوم الشهيد الذي يصادف 17 من ديسمبر من كل عام، يستذكر مجلس الشورى في هذا اليوم الوطني الخالد الذي خصصه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يوماً وطنياً للشهيد يستذكر التضحيات الكبرى لشهداء الواجب الأبرار من أبناء الوطن المخلصين وما قدمته أرواحهم السخية فداءً لتراب الوطن ورفعته. ويعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة التي تعد يوم فخر للجميع عن عظيم التقدير والثناء لشهداء الواجب من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني الذين عقدوا العزيمة والإصرار على الذود عن مصالح الوطن في الداخل والخارج، مؤمنين بمهمتهم الوطنية لإحلال الأمن والطمأنينة والاستقرار وواجبهم المشرف في ساحة الفخر والعز المدنية والعسكرية والإنسانية، رافعين دوماً راية السلام والخير لكل البشرية. وإننا إذ نبتهل للمولى عز وجل بالدعاء لشهداء الواجب بالرحمة والمغفرة والفوز بالجنان الخالدة، لنؤكد أن هذه الذكرى الوطنية تعد مناسبة نستخلص منها العبر والمعاني النبيلة في الولاء والانتماء المتجذر في نفوس هذا الشعب الوفي وعقيدته الراسخة في التفاني في البذل فداء للوطن ومصالحه ووحدة صفه وتلاحمه خلف قيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، مقدرين عالياً الاهتمام والرعاية الكريمتين من القيادة الحكيمة أيدها الله لأبناء وأسر شهداء الواجب الوطني لضمان توفير الحياة الكريمة لهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية والفعالة في مسيرة التنمية الشاملة في الوطن الغالي. وشكراً معالي الرئيس. أيضاً لدينا بيان بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، الأخ الأمين العام تفضل. بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم الشرطة البحرينية. لمناسبة يوم الشرطة البحرينية والذي تحتفل به مملكة البحرين في 14 من ديسمبر من كل عام، يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات للمقام السامي لحضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدين على ما تمثله هذه المناسبة من يوم فخر يحتفي فيه الوطن بإنجازات وجهود رجال الشرطة البحرين المخلصين وتضحياتهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ودورهم في تنمية المجتمع. وفي الوقت الذي يتقدم فيه مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى كافة منسوبي وزارة الداخلية
بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ليشيد بما وصلت إليه الشرطة البحرينية من تقدم وتطور ومهنية أسهمت بفضل من الله في حفظ مكتسبات الوطن وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، مما جعل مملكة البحرين تتبوأ مراتب متقدمة في مختلف المجالات، وذلك انعكاساً لما تتمتع به من أمن واستقرار. ويعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة عن فخره واعتزازه بكل ما يقدمه رجال الأمن للتصدي لكل ما يمس أمن واستقرار المملكة، ويحفظ السلم المجتمعي لينعم هذا الوطن الغالي بالسكينة والاستقرار، مستذكرين بالعرفان والتقدير شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة حفظها الله. وشكراً معالي الرئيس. في أيضاً بيان آخر بمناسبة نجاح المباحثات الثنائية بين جلالة الملك المفدى وأخيه سمو ولي العهد السعودي. تفضل الأخ الأمين العام. بيان مجلس الشورى لمناسبة نجاح المباحثات الثنائية بين جلالة الملك المفدى وأخيه سمو ولي العهد السعودي، لمناسبة نجاح المباحثات الثنائية المشتركة التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. يعرب مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز وعظيم الفخر والتقدير بالنتائج المثمرة والقيمة التي تحققت خلال زيارة ضيف البلاد الكريم سمو ولي العهد السعودي، وبما يؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يربط المملكتين وشعبيها العزيزين من روابط أخوية متينة ووشائج القربى والمحبة الممتدة عبر التاريخ. ويشير مجلس الشورى إلى أن الموضوعات والقضايا التي بحثها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد السعودي تجسد الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى رعاه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله، لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وينهض بالبرامج التنموية المعززة لتقدم ونماء الدول وترسخ في الوقت ذاته الوحدة الخليجية والعربية. ويؤكد مجلس الشورى أن زيارة سمو ولي العهد السعودي وما نتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات تفتح مسارات جديدة للتعاون والتنسيق المشترك، وتشكل صفحة جديدة للمنجزات والنجاحات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين. ويثمن مجلس الشورى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحبي السمو وليي العهد بالمملكتين، وحرص سموهما على دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة والدفع نحو مزيد من الشراكات الاستراتيجية واستثمار الفرص الواعدة والتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والسياحية والاقتصادية والرقمية التي تسهم في تعميق التكامل والتعاون المثمر
بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين، ويقدر مجلس الشورى عالياً اللقاءات والفعاليات المتنوعة وخصوصاً الاقتصادية والإعلامية التي عقدت بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد السعودي، وأثمرت تنامياً في آفاق العمل المثمر وما يعود بالنفع والخير على المملكتين الشقيقتين، سائلاً المجلس المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، ويديم عليهما نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتيهما الحكيمتين حفظهما الله ورعاهما. وشكراً معالي الرئيس. أخوان، قبل ما نبدأ جدول أعمالنا، في تعديل على جدول الأعمال كما وصلكم في الحقيبة البرلمانية. طبعاً تقرير لجنة الشؤون الخارجية سيأتي أولاً، ثم سيأتي تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 9 من قانون رقم 18، ثم اللي هو تقرير القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة الصارمة مرسوم، هذا سيأتي ثالثا. وأما ما يتعلق بموضوع تقرير المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون البلديات اللي هو مؤخرا، نظرا لارتباطات سعادة الوزير، سيؤجل هذا التقرير إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. إذن الآن راح نبدأ إن شاء الله بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم رقم 25 لسنة 2021. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1979 المرافق للمرسوم رقم 9 لسنة 2021. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 المرافق للمرسوم رقم 117 لسنة 2021. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المرافق للمرسوم رقم 119 لسنة 2021.
إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب. إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وأخيراً السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بخصوص مناهج المدارس الخاصة وخاصة اللغة العربية ورد سعادة الوزير عليه لإخطار المجلس، وشكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح MLI المرافق المرسوم رقم 24 لسنة 2021. الأخ المقرر تفضل. معالي الرئيس، أرجو من مجلسكم مقر تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. تدارست اللجنة مشروع قانون رقم لسنة الموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح MLI المرافق للمرسوم رقم 24 لسنة 2021 مع ممثلي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح MLI والقائمة المرفقة لها. وتتألف المعاهدة فضلاً عن الدباجة من 7 أجزاء تحتوي على 39 مادة. وباستعراض أحكام المعاهدة تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون أعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور. وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والري القانوني مشروع القانون المذكور الذي يتألف فضلاً عن الدباجة من 3 مواد. تضمنت المادة الأولى الموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح MLI. وبينت المادة الثانية ما تضمنه القائمة المرافقة للقانون فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ورأت اللجنة أهمية الموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح MLI، وذلك للأسباب التالية: أن توقيع مملكة البحرين لهذه المعاهدة جاء من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالحد من التهرب الضريبي، والعمل مع المجتمع الدولي للحد من التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال تجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي ومنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، بما يعكس المستوى العالمي الذي وصلت إليه هذه الدول، وما يصب في تحسين ترتيب هذه الدول ضمن مؤشرات التقارير الدولية. 2، حيث أن مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الضريبية الدولية، ذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الوعاء الضريبي
وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية والعدالة الضريبية، فقد قامت المملكة في هذا الإطار بما يلي: إصدار القانون رقم 13 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيات المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010. إصدار القانون رقم 14 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. انضمام مملكة البحرين للإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وذلك بتاريخ 10 مايو 2018. 3. أن مملكة البحرين ملتزمة أيضاً نظراً لعضويتها في الإطار الشامل بتطبيق عدة معايير، من بينها المعيار رقم 6 بشأن منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، والمعايير والمعيار رقم 14 بشأن تحسين آلية تسوية المنازعات الدولية الضريبية. ولتطبيق هذين المعيارين فإنها بين خيارين: الأول التفاوض الثنائي مع جميع الدول التي أبرمت معها الاتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي بهدف تعديل كل اتفاقية على حدة. أما الخيار الثاني فهو تعديل جميع الاتفاقيات الحالية بشكل متزامن من خلال الانضمام إلى المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، حيث يعد الانضمام إلى هذه المعاهدة الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ المعيارين 6 و14. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرا لأهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والموافقة على نصوص مواد وفق الجدول المرفوع. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. الأخ دلال الزايد، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية حقيقة على هذا التقرير وما تضمنوه من كافة بيانات حول الاتفاقية. أيضا الشكر موصول لوزارة المالية الشيخ سلمان بن خليفة على فعلا الردود التي أيضا تضمنت هذا التقرير. أنا ليس عندي أي أمر في متعلق في الاتفاقية، بس عندي استفسار من الشيخ سلمان في جانب الاتفاقية ورد فيها فيما يتعلق في الموضوع التحكيم، ونحن نعلم أن حتى في مجال التحكيم الضريبي تحديدا هناك حاجة لإعداد يعني يا أما كوادر وطنية للتعامل مع حالات والنزاعات المتعلقة في التحكيم. لا يمنع أن يكون هناك في بداية أن يكون خبرة في هذا المجال تستسقى من الغير، لأنهم ممارسين منذ فترة في هذا المجال، خاصة أن الجزء السادس من الاتفاقية الذي تضمن موضوع التحكيم أورد أمور جدا هامة فيما يتعلق في إجراءات التحكيم، متى يكون التحكيم إلزامي، طريقة تعيين وتشكيل المحكمين، مسألة إلزامية ما ينتج عنه نتيجة التحكيم، الاستثناءات اللي ممكن الدول لا تقبل فيها بما انتهى عليه التحكيم من نتيجة. كل هذه الأمور طبعاً مرتبطة، لأنها إحنا نعرف إلزامية ونفاذ تلك الأحكام، طريقة تنفيذها، أوجه الاعتراضات، القواعد الإجرائية للتحكيم تحتاج فعلاً خبرة قانونية من نوع خاص. ففقط حبيت معالي الرئيس أن أنا أستفسر كيف يتم الاستعداد، خاصة أن التحكيم جداً مكلف، يعني في بعض المسألة لا نعلم إذا كنا سنحتاج إلى اللجوء لمسألة التحكيم، ولكن قد تكون طالب التحكيم، قد تكون من وجه في مواجهتك التحكيم في بعض الأمور. شكرا معالي الرئيس. دكتور بسام بن محمد، تفضل. سؤالي معالي الرئيس، هذه الاتفاقية والمعاهدة مرتبطة ارتباط وثيق مع القرار اللي صدر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص فرض أو توحيد نسب الضريبة على شركات متعددة الجنسيات بنسبة لا تقل عن 15%.
ودي أعرف معالي الرئيس، من ضمن 136 دولة، هل البحرين أيضا متجهة إلى التوافق مع هذا التوجه بفرض نسبة على ضرائب شركات متعددة الجنسيات المتواجدة على أرضها بالنسبة كحد أدنى 15%؟ هذه جزئية. الجزئية الأخرى معالي الرئيس، في المادة الأولى من المعاهدة تشترط تعديل على الاتفاقيات السارية ما بين البحرين والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة. طيب إذا في دول أخرى ليست طرف بالمعاهدة والبحرين عندها اتفاقية ثنائية في منع الازدواج أو منع الازدواج الضريبي، فهل البحرين رح تكون أيضا مضطرة إلى تعديل هذه الاتفاقات مع الدول الأخرى ولا فقط مع الدول اللي هي طرف في المعاهدة؟ شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحداد تفضل. أولا كل الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، وكذلك الشكر موصول إلى وزارة المالية ممثلة بمعالي الوزير الشيخ سلمان بن خليفة، وكذلك تقرير وزارة الخارجية، فكل الشكر لهؤلاء الجهات الذين قاموا بإعداد بالمساهمة في إعداد هذا التقرير الذي ذكره المقرر. مع الرئيس أعتقد انضمام البحرين لهذه الاتفاقية جدا مهم، وهذا يعطي مملكة البحرين مصداقية ويعزز من مكانتها الدولية. فكلما قامت الحكومة المقررة ومملكة البحرين بعقد اتفاقيات الموافقة على اتفاقيات الدولية، فهذا يساهم في سمعتها الدولية ويسهل الأمور التي قد تناقش فيما يخص المسائل في التي تتعلق بمملكة البحرين. مع الرئيس البحرين وقعت هذه الاتفاقية في 27 نوفمبر 2020، تقريبا الآن مر سنة على هذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية وقعت في باريس في 20 نوفمبر 2016. فالبحرين كما يعني هذا التقرير الشامل في الواقع بخصوص هالاتفاقية يريد له خبراء متخصصين في الضرائب وفي التجارة وفي الاقتصاد، وكذلك يعني التقرير ذكر بإسهاب اتفاقيات الازدواج الضريبي التي وقعتها مملكة البحرين مع عديد من الدول. الأخ دلال إزاي ذكرت مسألة التحكيم، وهي طبعا مسألة مهمة، ولكن قبل التحكيم كان هناك يعني موافقة الأطراف المنضمة إلى هذه الاتفاقية باتباع الوسائل التي تراها ضرورية لحل هذه الإشكالات التي قد تواجه الموقعين على هذه الاتفاقية. فأعتقد المهمة الأولى هي اتفاق الأطراف المعينة، ثم إذا فشل هذه المحاولة تحال إلى التحكيم. النقطة الأخرى مع الرئيس، طبعا الدول البحرين قامت بإبلاغ الأمانة العامة للاتفاقية بتحفظاتها وفي الاختيارات طبقا للمواد هذه الاتفاقية. طبعا جميع الدول تبعث بموافقتها إلى الأمانة العامة، وطبعا الأمانة العامة بس سؤالي إلى المعنيين في الحكومة الموقرة، أين مقر الأمانة العامة؟ وقعت في باريس، هل هي باريس أم نيويورك؟ وكل الشكر مع الرئيس. شكرا. الأخ جمال فخرات تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر الحقيقة موصول للزملاء في وزارة المالية ووزارة الخارجية على اهتمامها بموضوع انضمام البحرين إلى الاتفاقات الدولية لمنع التهرب الضريبي ومع تآكل الوعاء الضريبي. هذا في الحقيقة موضوع هام على المستوى الدولي، لقى اهتمام كبير في السنوات العشر الماضية وخلص بتوقيع الاتفاقية في عام 2016. أنا في الحقيقة سؤالي للإخوان في المالية والخارجية، لماذا هذا التأخر في توقيع الاتفاقية؟ الاتفاقية كتبت وقعت في 2016، نحن وقعناها، ما إحنا من آخر الدول، 96 دولة من آخر الدول التي وقعت اتفاقية في عام 2020 مع مسدونيا في جنيوري وإحنا في نوفمبر، يعني إحنا تقريبا آخر دولة. نأتي الآن خلال سنة واحدة نطلب من الأخوان في الشورى والنواب أن يخلصونها قبل نهاية ديسمبر. فيعني أنا في الحقيقة سؤالي، أين كانت الخارجية والمالية عن توقيع الاتفاقية قبل هذه المدة؟ بالذات أن موضوع التهرب الضريبي
صار له يتكلمون عن العالم على مدى العشر سنوات الماضية وتكثف الحقيقة في السنوات الخمس السابقة. أنا أتمنى في الحقيقة من الأخوان في الخارجية في المالية الاهتمام بهذا الموضوع لما لأهميته في المحافظة على سمعة البحرين ومركزها المالي وسمعتها الدولية في التعاون الدولي أمام موضوع التهرب الظريف. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا معالي الوزير، وزير المالية والاقتصاد الوطني، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، صبح عليكم جميعا بالخير، ونشكر اهتمام مجلسكم الموقر بهذا القانون وسرعة العمل اللي تم عليه، ونشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالعمل اللي قاموا به بهذا الخصوص، ونشكر جميع من ساهم في مجلسكم الموقر في استكمال الاحتياجات لهذا القانون بالسرعة المطلوبة ليتم انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية قبل نهاية هذا العام. وأشكر سعادة العضو جمال فخرو على ما تفضل فيه من ناحية التوقيت، ويأتي هذا القانون بعد مراجعة تمت لمدى التزام مملكة البحرين بالكثير من الاتفاقيات الدولية. كان عمل مشترك كبير بين وزارة الخارجية ووزارة المالية، وكذلك شارك فيه مصرف البحرين المركزي ووزارة العدل وجهات كثيرة فعلا. وبدأنا مراجعة لما هي الاتفاقيات الدولية وما هي اللي ممكن تساعد في تحسين وضع مملكة البحرين وفيها اهتمام دولي، وهذه واحدة من الاتفاقيات اللي لها اهتمام كبير. وفعلا كانت مملكة البحرين من آخر الدول في العالم اللي توقع عليها، ولكن تم العمل بشكل سريع وتم الالتزام بالأوقات اللازمة لكي نستكمل الأمور في الوقت الصحيح بإذن الله. وإحنا دائما نقوم بالمراجعات الدورية لما هي الاتفاقيات الدولية اللي تحسن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، تحسن موقع مملكة البحرين عالميا، وهذه كانت جزء من هذه المراجعات الدورية اللي تمت وأسرعنا فيها. على مواد التحكيم اللي تفضلت فيه العضو دلال زايد، كان موضوع التحكيم هم بنود اختيارية في الاتفاقية، وهذه البنود الاختيارية قررت مملكة البحرين التحفظ على المواد 18 إلى 26 في هذا الوقت، ودائما ممكن يتم الانضمام لها في المستقبل، لكن في الوقت الحالي هذه المواد بعد الدراسة كذلك مع وزارة الخارجية كان الرأي إن من الأفضل مثل ما تم التحفظ على عدد من المواد الأخرى إن نستمر في استخدام الآليات الموجودة حالياً من غير ما يتم إدخال مواد تحكيم أخرى تلزم الأطراف في هذه الفترة. والله الحمد مملكة البحرين صارت مركز للتحكيم، وإن شاء الله في مبادرات كثيرة لتعزيز دور مملكة البحرين كمركز تحكيم عالمي، وكذلك في برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال، وهي جزء كبير من الاهتمام لمؤسسة البحرين للتدريب في المصرفي، وكذلك المصرف البحرين ووزارة العدل. وإحنا نستمر ندعم هذه الجهود، لأن فعلا التحكيم ومراكز التحكيم هي مرتبطة في أهمية المراكز المالية دوليا، فلذلك كل ما نعزز من موقع مملكة البحرين كمركز للتحكيم كل ما نعزز ونقوي من أهمية مملكة البحرين كمركز مالي، ففي عمل مهم يتم في هذه الشأن. تفضل سعادة العضو الدكتور بسام بن محمد على موضوع مبادرة الضريبة على الشركات. مملكة البحرين فعلا التزمت في هذا الاتجاه، في دول كثيرة التزمت فيه، وهذه المبادرة مبادرة عالمية، ولذلك لما تصير مبادرة عالمية
فهي تكون لها يكون لها أثر أقل على التنافسية. فمملكة البحرين التزمت في هذا الاتجاه، العمل مستمر، وفي والعمل سيستمر في عام 2022 بهدف الوصول إلى شيء نهائي، تهدف الـ OECD الوصول لشيء نهائي في عام 2023. فإحنا الحين نعمل معاهم في هذا الشأن، ومن وأكثر دول العالم، كل دول العالم تقريبا بس عدد قليل اللي أعلنوا التزامهم بهذا الاتجاه، ومملكة البحرين كذلك أعلنت الالتزام بهذا الشأن. والأمانة العامة لتنفيذ هذا المشروع هي بتكون الأمانة العامة للأو إي سي دي لتنفيذ هذا المشروع اللي تفضلت فيه الأسامي. فلذلك بيكون العمل لتنفيذ هذا المشروع مرتبط بالأمانة العامة للأو إي سي دي، نفسهم اللي ينفذون الأمور الأخرى لهم. مشكورين، شكرا. شكرا جزيلا. إذا الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ أغلبية موافقة. تفضل اقرأ مشروع القانون مادة مادة لو سمحت. شكرا معالي الرئيس. توصية اللجنة المسمى الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على مسمى المشروع كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. الديباجة الموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على الديباجة كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الأولى الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثانية الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. المادة الثانية الموافقة عليها كما وردت في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. شكرا. المادة الثالثة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الثالثة مادة إجرائية كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة. أغلبية موافقة. وسوف نأخذ رأيكم النهائي إن شاء الله في الجلسة القادمة. تفضل. واللي بعديه 26 الشهر، وإذا الأخوان يريدون المرسوم يطلع قبل نهاية السنة فاقترح أنه نستعجل اتخاذ المرسوم اللي نصوت عليه اليوم يكون أفضل، حتى بس تكون المدد تكون مناسبة حق الحكومة. إذن الأخ جمال فخرو يطلب أن تتم الموافقة النهائية في هذه الجلسة، فلا بد نأخذ رأي المجلس عليه. هل توافقون؟ طيب إذن لازم نداء بالاسم. تفضل الأخ عبد الناصر. الدكتور أحمد سالم العريض. أحمد مهدي الحداد. الدكتور بسام إسماعيل بن محمد. جمال محمد فخرو. جمعة محمد الكعبي. جميل علي سلمان. الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل. جواد حبيب الخياط. جواد عبد الله حسين. رضا إبراهيم منفردي. رضا عبد الله فرج. سبيشة خليفة الفضالة. سمير صادق البحارنة. صادق عيد آل رحمة.
صباح سالم الدوسري، عبد الرحمن محمد جمشير، الدكتورة فاطمة عبد الجبار كوهجي، فيصل راشد النعيمي، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور محمد علي الخزاعي، الدكتور منصور محمد سرحان، منى يوسف المؤيد، نانسي دينا خضوري، نوار علي المحمود، هالة رمزي فايز، ياسر إبراهيم حميدان، يوسف أحمد الغتم. موافق. معالي الرئيس علي بن صالح الصالح. موافق. إذن الموافقة بالإجماع، الموافقون على أخذ الرأي النهائي. أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. شكرا أبو أحمد. شكرا معالي. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات وخصوص مشروع قانون بتحديد المادة 9 من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المرافق للمرسوم رقم 1119 لسنة 2021. الأخ المقرر. أرجو التكرم بالموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة. أغلبية موافقة. تفضل. شكرا سيدي. رأي اللجنة. تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 18 لسنة 2006 ميلادي بشأن الضمان الاجتماعي المرافق للمرسوم رقم 119 لسنة 2021، واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمستشار القانوني لشؤون اللجان. وقد أطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من مجلس الشورى، والذي أكدت من خلاله على أن زيادة المساعدات الاجتماعية جاءت لتخفيف العبء على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، تزامنا مع خطط زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مع بداية العام 2022. يتألف مشروع القانون فضلاً على الدباجة عن مادتين تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 9 من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث تصبح النص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية بحيث عن 77 دينارا للفرد الواحد و 132 دينار للأسرة المكونة من فردين و 28 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى تأمين العيش الكريم للمواطنين وعلى رأسهم الأفراد والأسر البحرينية الخاضعين لأحكام، وتعزيز قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وذلك من خلال زيادة المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون بنسبة 10%. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لاعتبارات التالية. أولاً، تتوافق أهداف المشروع القانون مع اعتبارات النهوض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً للمادة 4 من الدستور، وإنفاذ ما وردته الفقرة جيم من المادة 5 من الدستور تنص على ما يلي: تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العزل عن العمل أو اليتم والترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
ثانيا، أكدت المحكمة الدستورية البحرينية أهمية تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في العديد من أحكامها، ومنها الحكم الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 في الدعوة رقم J3/2009 17 قضائية، والتي أشارت فيه إلى الآتي: أن من المقرر أن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها وتتقيد بها إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها وما تقتضي به مقدمة الدستور المعدل والمادة 1 فقرة د منه، على ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول المتحضرة والديمقراطية في مجتمعاتها. واستقر العمل بإطراد في إنتاجها وفي مظاهرة سلوكها لضمان لا تنزل الدولة القانونية بالحماية التي توفرها لحقوق المواطنين وحرياتهم على الحدود الدنيا لمتطلبات القبول بوجه عام على تلك الدول، ويندرج حتى الضمان الاجتماعي والحق في العمل وحق الملكية. ثالثا، يندرج مشروع القانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات أسعار النفط العالمية على المجتمع والاقتصاد البحرين، وتنفيذا للتوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه في هذا المجال، والحرص الشديد لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين أكثر احتياجا، والذي شكل مرتكزا جوهريا لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 والقائم على تحقيق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار تحقيق التوازن المالي، مع الحرص على التخفيف من الأثار الاجتماعي والاقتصادي المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية والمالية التي تمرها بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم. وقد حافظ برنامج التوازن المالي الكلي حتى عام 2024 على هدف الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، وجاء مشروع القانون تعميقاً لهذه الاعتبارات وتحقيقاً لها. رابعاً، يهدف مشروع القانون لتأمين العيش الكريم وللمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويوجه خاص لأفراد الأسر البحرين التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى المناسب لتغطية الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وذلك تزامن مع التوجهات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 لتتوقع مع العام 2022، وذلك من خلال زيادة المساعدات الاجتماعية الواردة في المادة 9 من القانون بنسبة 10%، ما يسهم مساعدات الأفراد والأسر البحرينية الخاضعة للأحكام. خامساً، يتضمن مشروع القانون رفع الحد الأدنى للمساعدات الشهرية بحيث لا يجوز جميع أحوال أن تقل عن 77 ديناراً للفرد الواحد أو 132 دينار للأسرة المكونة من فردين و28 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك. سادساً، جاء مشروع القانون متوافقاً مع وثيقة الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 مساهمة في تحقيق أهدافها، حيث أكدت الرؤية الاقتصادية أن طموحات البحرين تجمعهم تشمل تحقيق مستوى عالي من المساعدات الاجتماعية ويعطي جميع البحرين فرصة متكافئة، وأن من المبادرات الضرورية لتحقيق ذلك تقديم الدعم الإسكاني والإعانات لمن هم أمس في الحاجة. توصية اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدأ من أراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة تتوافق مع مجلس النواب وتوصي بمالي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المرافق للمرسوم رقم 119 لسنة 2021 ميلادي، الموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الوقت الاتخاذ اللازم. شكراً جزيلاً. الدكتورة جاهد الفاضل رئيسة اللجنة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً معالي الرئيس، أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير.
في البداية أود أن أسجل كلمة شكر لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة، ولسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل حميدان، ولفريق العمل في الوزارتين على الجهود الوطنية والمهنية المتميزة للعبور من مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة وصولاً إلى مبادرات خطة التعافي الاقتصادي. نحن اليوم أمام مكسب جديد للأسرة البحرينية، ستستفيد منه أكثر من 16500 أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، وهذا المكسب سيزيد بإذن الله من مبلغ الضمان ولن ينقصه. البحرين وعدد من الدول خرجت من تداعيات الجائحة بأقل الخسائر البشرية والكثير من الأضرار الاقتصادية. حافظنا على البشر لأنهم هم الأساس، وخرجنا منتصرين على الفيروس، وهذا بشهادة المؤشرات العالمية وآخرها منذ أيام مؤشر نيكاي، واللي يعني وضح أن البحرين تبوأت المركز الأول عالمياً في التعافي من الفيروس. لله الحمد، كل هذه النتائج الطيبة بسبب الثقة المستمرة بإجراءات فريق البحرين. كلنا نتذكر ولن ننسى الأيام الصعبة اللي عشناها مع إجراءات الحد من انتشار الفيروس. أغلقت المحلات، وتعطلت الدراسة حضورياً، وتأجلت خطط التوظيف بسبب العمل عن بعد. وأمام كل ذلك لم تتفرج السلطتان وإنما اتخذت خطوات داعمة للمتضررين وعالجت المشكلة بمزيد من الدعم. كان فريق البحرين يدير الأزمة الصحية بيد، ويعالج الأوضاع المادية والاقتصادية بيد أخرى. لم ينقص دينار واحد من ميزانية المساعدات الاجتماعية، بل بإذن الله سيزيد اليوم. هذه القراءة الموضوعية قادتنا اليوم إلى بر الأمان. اللي حبيت أوصله من هذا المثال أنه يجب علينا أن نتذكر دائماً أن ثقتنا المستمرة بقرارات فريق البحرين هي ثقة بأن تكون البحرين أفضل، وهذه القرارات تأتي دائماً وأبداً في مصلحة الوطن والمواطن. اليوم أتى فريق البحرين بمشروع واضح وموضوعي وواقعي، سأعدل الضريبة المضافة، وفي المقابل سأحمي الأسر ذات الدخل المحدود بزيادة مبلغ الضمان. هذه معادلة التعامل الموضوعي باختصار، وهي منطقية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة. أتوقع معالي الرئيس أن جميع الزملاء متفقون على أهمية مشروع القانون، لأنه يقدم معالجة متزنة تراعي ظروف الأسرة والدولة، وأن النسبة المذكورة في مشروع القانون وهي الحد الأدنى للزيادة، والتي يعني تقدر ب10%، لن تقل عن هذا المعدل، بل ربما قد تزيد لما تتحسن الظروف الاقتصادية. ومثل ما قال معالي الوزير إن المواطن يستحق الكثير دائما. لهذا السبب معالي الرئيس أوصت اللجنة بعد اجتماعها مع الفريق الحكومي بالتوافق مع أخواننا في مجلس النواب على الموافقة على المشروع بقانون، وشكرا. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام الدلال، تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وأيضا أود أن أوجه شكري إلى معالي وزير المالية وإلى سعادة وزير العمل وإلى الفريق الذي عمل على هذا المشروع في الوزارتين.
طبعا كما ذكرت زميلتي الدكتورة جهاد أن هذا المشروع مشروع القانون زيادة الضمان الاجتماعي يرتبط بموضوع ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة تؤخذ على السلع الاستهلاكية. هناك بشكل أساسي يعني هناك طبعا إعفاء ل 94 سلعة استهلاكية من ضريبة القيمة المضافة، وهذا سوف يترك الخيار للمواطن محدود الدخل في اختيار السلع والخدمات المختلفة، ما يؤدي إلى تحسين القوة الشرائية عندما يعيد المواطن ترتيب الأولويات في هذا الموضوع، إذ تبلغ نسبة الصرف على الكماليات لدى فئة محدودي الدخل 20%، وهذه تطبق عليها القيمة المضافة، وهذا أيضا ما سيتم تغطيته تماما بزيادة 10% على الضمان الاجتماعي، أي أن هناك توازن بين الضمان زيادة الضمان الاجتماعي وبين القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية. وبذلك سيحصل الفرد الذي لا يزيد راتبه عن 336 دينار، يعني من 0 إلى 336 دينار، سوف يحصل على 77 دينار، وإذا كانت الأسرة مكونة من فردين سوف يحصل على 132 دينار، وأيضا سوف يحصل على 28 دينار عن كل طفل بدون تحديد سقف لعدد الأطفال. أود أن أذكر هنا أن الحكومة بتوجيهات القيادة الحكيمة تقدم بالإضافة إلى ذلك للمواطن من ذوي الدخل المحدود العديد من العلاوات، كعلاوة الغلاء، علاوة مساعدات المؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية، علاوة أيضاً دعم اللحوم، علاوة الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة تحسين المعيشة المعوقين، خفض فاتورة الكهرباء المواطنين المتجاوزين 60 عام، بالإضافة طبعاً إلى الدعم الإسكاني، وهناك العديد أيضاً من الأشياء الأخرى التي تقدمها الحكومة. طبعاً على الصعيد الدولي يتم الآن احتساب تكلفة الخدمات التي تقدم للطفل والأسرة كالتعليم والصحة وغيرها، وبناءً على هذه الدراسات يتم إصدار تقارير توضح مؤشرات تأثير الخدمات المتعددة على الطفل والأسرة والمجتمع، وفيما إذا كانت هذه الخطط تصب في مجال التنمية المستدامة. وبالموائمة مع التطورات الدولية تقوم مملكة البحرين بوضع الخطط التنموية اللازمة لاحتساب الخدمات العينية التي تقدم للمجتمع بشكل عام، وتأتي جميع هذه المبادرات لدعم الأسرة من ذوي الدخل المحدود، الأسر من ذوي الدخل المحدود، كترجمة الحقيقة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى، وأيضا توجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمراعاة احتياجات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وبذلك بزيادة الزيادة التي تعتمد راح تكون 2,150,000 دينار، إضافة إلى يعني هي إضافة إلى 21,000 سوري إضافة إلى 21,500,000 التي هي أوريدي معتمدة لعام 22. يستفيد من هذه الزيادة 16,588 مواطن، وبذلك يتم التوازن بين دعم استقرار الاقتصاد والحد من التأثير على الأسر من ذوي الدخل المحدود، خاصة في الآونة الأخيرة حيث يأتي مشروع القانون هذا ضمن جهود المملكة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات أسعار النفط العالمية على المجتمع والاقتصاد البحريني، حيث شكل هذا الموضوع أيضاً مرتكز أساسي لعمل الحكومة من عام 2019 إلى العام المقبل 22، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. نحن أعتقد أن الأعضاء جميعاً مقتنعين بهذا الموضوع وندعو للتصويت عليه، وشكراً. شكراً جزيلاً. الأخ جمال فخرو، تفضل. شكراً معالي الرئيس. في الحقيقة أود أن أؤكد على ما جاء على لسان الزميلة رئيسة اللجنة من تقدير الأخ دلال والأخ عفو ابتسام، من تقديم جزيل الشكر للأخوان في وزارة المالية وزارة العمل المجتمعية على جهودهم في تلبية الطلب المقدم من أخوان مجلس النواب برفع قيمة الدعم. أنا في الحقيقة يعني وأيضاً أود أن أشكر الأخوان في مجلس النواب على المبادرة بهذا الطلب. نحن ناقشناه في الحقيقة في أكثر مرة في لجنة إعادة توجيه الدعم من عدة سنوات، والحمد لله أن الآن تحقق
هذا وكان في سبب أساسي ومهم اللي هو موضوع زيادة القيمة ضريبة القيمة المضافة. أنا في الحقيقة سؤالي إلى الأخ وزير التنمية الاجتماعية، ما هو أو ما هي أو ما هو عدد الأفراد في الشرائح الثلاث، الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة، وهل هناك فوائض مالية من 21,500,000 أو أنها تنفق بالكامل ل 16,500 مستفيد؟ وإذا كان في فوائض مالية مدى أمكنت في المستقبل إعادة النظر في إعادة توزيع مبالغ هذه على 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 الأسر المحتاجة؟ بس يهمني بحقيقة الآن أن أعرف ما هي الشرائح اللي موجودة وتقدم لها. شكرا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة وكذلك إلى فريق وزارة المالية ممثلا بمعالي وزير المالية، وفريق وزارة العمل ممثلا بسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وأعتقد معالي الرئيس بأن هذا المشروع فعلا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا هو ديدنة الدول الديمقراطية. معالي الرئيس، طبعا هذا المشروع وغيره من المشاريع دائما يضع المواطن في المقام الأول، وهذه هي كذلك يعني السياسة التشريعية والتنفيذية لمملكة البحرين بأن يكون المواطن هو دائما محل كل التشريعات وأن تصب هذه التشريعات في النهاية إلى مصلحته. هذا المشروع وبكل تأكيد يأتي تجسيدا إلى توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه، والذي تعلمنا منه أن يكون المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود أو الفئات الأكثر ضعفا هي دائما محل الرعاية، وهي محل الرعاية الأكثر لأنها يعني تشكل أعتقد كذلك بالنسبة لنا جميعا هدف لكي نستطيع أن نحقق لها طبعا حياة كريمة وحياة أفضل. هذا المشروع معالي الرئيس طبعا يبني قاعدة متينة من مستوى يعني قاعدة متينة لتحقيق توازن مالي، وفي نفس الوقت ويحقق كذلك توازن الاحتياجات ذوي الدخل المحدود، وطبعا هو مرتبط أكيد بموضوع ضريبة القيمة المضافة، وسيتكون لي إن شاء الله مداخلة عندما نناقش هذا البند. معالي الرئيس، يجب أن نتذكر دائما بأن هذا المشروع لم يأتي وحيدا، هناك العديد من المشاريع والمبادرات الأخرى التي يعني تعاونت فيها السلطة التنفيذية مع السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، مثل مبادرات حزمة المساعدات والعلاوات، مثل كذلك توجه الحكومة الموقرة بقيادة سيدي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد حفظه الله في أن يكون هناك خلق لفرص عمل جديدة، أن يكون هناك تدريب في قطاعات جديدة، أن يكون هناك تنوع الاقتصاد، أن تكون هناك مبادرات تراعي المشاريع الاستراتيجية، وأعتقد بأن ذلك كله سينعكس في النهاية على المواطن البحريني وعلى خاص على ذوي الدخل المحدود. معالي الرئيس، طبعا أكيد نحن مع تقرير اللجنة ومع هذا المشروع، وإن شاء الله سيكون لي مداخلة عندما نناقش القيمة المضافة، وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ جواد عبد الله حسين تفضل. شكرا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأشكر أيضا اللجنة الموقرة لتقديم هذا التقرير. سيدي الرئيس، مشروع القانون يتكون من ديباجة من مادتين، المادة الأولى تنص على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية عن 77 دينارا للفرد الواحد و132 دينارا للأسرة المكونة من شخصين و28 دينارا لكل شخص من الأسرة. مضمون المشروع القانون سيد الرئيس هو زيادة المساعدات الاجتماعية والتي تم النص عليها في المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006. المشروع القانون سيد الرئيس هو لا شك، وأنا في الحقيقة يعني أشكر الحكومة الموقرة على زيادة الضمان الاجتماعي، ولا شك بأن هذه الزيادة هي لربما جاءت في الوقت المناسب، وهي بحاجة ماسة إلى الكثير من خصوصا من أصحاب الدخل المحدود. وأصحاب الدخل المحدود سيد الرئيس هم طبعا على قوائم الضمان الاجتماعي، وهي فئات يغطيها القانون، لذلك
تم رفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وما نجم من أعباء مالية جديدة جراء فرض بعض الرسوم والضرائب، مما يفرض ضرورة تناسب المساعدة الاجتماعية المقررة في قانون الضمان الاجتماعي مع متطلبات الحد الأدنى للمعيشة. سيد الرئيس، إن آمالنا وطموحاتنا كسلطة تشريعية كبيرة على صعيد تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة والرغيدة للمواطن الكريم عبر ضخ المزيد من الأموال في النظام الاجتماعي. صحيح أن غالبية السلع الاستهلاكية سيد الرئيس الأساسية معفاة، إلا أن مسألة ارتفاع الأسعار ينبغي الانتباه لها ووضع الحلول. ارتفاع الأسعار سيد الرئيس مسألة يجب الوقوف عندها وإجراء تحريات دقيقة تطال كل الأسواق المحلية، لأن هناك ارتفاع الأسعار بقسوة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة. فهل يوجد تحرك من الجهات المعنية يخفف من حدة المشكلة؟ هناك تسارع في ارتفاع الأسعار وبالأخص الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي. صحيح أنها معفاة، ولكن عندما يستلم المواطن المساعدة من الحكومة وين بيخليها؟ بيخليها في احتياجاته اليومية، يعني بيشتري الاحتياجات من السوق. فيعني ينبغي الحكومة إذا دفعت أو يعني زادت الضمان الاجتماعي ينبغي في المقابل أن يكون لها دور في مراقبة الأسعار. يعني مو معنى أن المواطن يستلم الزيادة بيد ويدفعها باليد الأخرى إلى الأسواق المحلية التي تعلم منذ زيادة الأسعار تقوم هي برفع الأسعار. يعني الحكومة ترفع الزيادة للضمان الاجتماعي والجانب الأسواق يرفع الأسعار. فينبغي أن يكون هناك حماية حقيقة يعني إلى المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، باعتبار أنهم يشترون احتياجاتهم من السوق. فإذا كان هناك ارتفاع في الأسعار، صحيح أن السلعة هذه سلعة معفاة من الضريبة، ولكن أنا أقصد عندما يستلم المواطن المساعدة ينفقها وين؟ ينفقها في الأسواق طبعا لاحتياجاته، بشراء الاحتياجات والمستلزمات اليومية. فإذا هو استلم المساعدة وأنفقها في الأسواق المحلية وهناك ارتفاع في الأسعار، ارتفاع غير مسبوق حقيقة يعني، وأنا أعتقد أن الكل يلاحظ ارتفاع الأسعار. فعموما يعني احنا يعني نريد يعني كسلطة تشريعية أن تكون هناك مراقبة دقيقة على الأسعار على الأسواق المحلية. شكرا سيد الرئيس. معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة على مداخلاتهم، وأشكر لجنة الخدمات واللجنة المالية كذلك على العمل اللي تم بهذا الشأن، والعمل كله يصب بإذن الله في صالح المواطنين وبالأخص المواطنين ذوي الدخل المحدود. وراعت الحكومة في هذه الفترة وهي تعمل على البرامج التي تصب في تقوية القاعدة المالية في مملكة البحرين، راعت احتياجات ذوي الدخل المحدود، وراعت هذه الاحتياجات أولاً بالالتزام بالاستمرار بالإعفاءات للسلع الأساسية وكذلك القطاعات الأساسية اللي فيها
السلع الأساسية للمواطنين، وتركت الخيار بوضع هذه الإعفاءات للمواطن في اختيار السلع الاستهلاكية التي يصرف عليها. وإضافة على ذلك، وبالأخص بالنسبة للعوائل والأفراد ذوي الدخل المحدود، تم مراعاتهم بهذا القانون وإضافة نسبة للبرامج الموجودة حاليا، وإضافة على ذلك والبرامج الأخرى كذلك مثل برنامج علاوة الأسر محدودة الدخل. وهذه جميعها بإذن الله تصب في اتجاه الأخذ في عين الاعتبار أولوية المواطن. وأثناء الجائحة تم العمل أولا على حماية المجتمع من الآثار الصحية للجائحة، وكذلك حماية المجتمع من الآثار الاقتصادية للجائحة. واليوم بإذن الله النتائج الطيبة اللي حققتها مملكة البحرين بعمل فريق البحرين وبعمل السواعد الوطنية، نشوف أن الله الحمد مملكة البحرين في مقدمة الدول في التعافي من آثار الجائحة، من الآثار الصحية، وكذلك في مقدمة الدول من التعافي من الآثار الاقتصادية للجائحة. ونعمل يدا بيد مع السلطة التشريعية لنحصن موقع مملكة البحرين ونبني عليه قاعدة قوية للمستقبل وخلق فرص واعدة للمواطنين. وهذا القانون يجسد الأولوية القصوى التي تم إعطائها للمواطنين ذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة، ليتم العمل على هذا القانون والمشاريع الأخرى في صالحهم. ومن ناحية الأسعار في الأسواق، هناك مراقبة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك، وهذا عمل مستمر، ودائما نشوف في فترات بأسباب أسعار نقل البضائع أو أمور أخرى، دائما تكون في الرقابة تكون لازم تكون أشد في فترات من الفترات. واليوم احنا في واحدة من هذه المراحل اللي تم العمل بشكل دؤوب من قبل حماية المستهلك والجهات الأخرى كذلك لمراقبة الأسعار. وبس حبيت أشكر مجلسكم الموقر على العمل اللي قامت به اللجان واللي قاموا به الأعضاء، وبإذن الله كل هذا العمل يصب في اتجاه تقوية القاعدة المالية لمملكة البحرين لنبني عليها الفرص الواعدة للمواطنين في المستقبل. وشكرا. شكرا جزيلا سعادة الأخ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تفضل. حقيقة يعني أحب أن أيضا أضم صوتي لصوت معالي الشيخ سلمان بتقديم الشكر والتقدير لمستوى النقاش اللي تم في اللجان الفنية، وعلى الأخص لجنة الخدمات برئاسة الأخت الدكتورة جهاد. كان نقاش تفصيلي متعمق لكل تفاصيل حزمة الدعم المالي وترابط أحداها بالأخرى، وكلها تستهدف حماية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له كنهج يعني تحث عليه دائما القيادة. فالحقيقة يعني كان نقاش مثمر وموضوعي وتطرق لكل التفاصيل اللي يعني تطرقت لها اليوم. سؤال الأخ جمال يعني بالنسبة إلى الميزانية، طبعا أنت عارف الميزانية في حدود 21.5 مليون، هي الحكومة ملتزمة بها، حتى لو زادت المصاريف وزارة المالية تضخ مبالغ الإضافية لصندوق الضمان الاجتماعي في الوزارة، بغض النظر عن لو أن ارتفع المعدل، ما عندنا وفورات، عندنا التزام بالدعم من قبل وزارة المالية لتغطية أي طلبات جديدة أو متزايدة في هذا الخصوص. فالعدد يعني 16,588 يصعب تقسيمه لفرد أو فردين أو ثلاثة، لأن هذه عملية متحركة كل شهر، يعني في ناس في ضمن الأسرة الواحدة يرتفع أو ينخفض حسب
الأوضاع السجل السكاني. فهذا حقيقة ما حبيت أقوله، وأنا يعني أيضا أشكركم جميعا على مثل هذه الحقيقة. المجتمع نفسه محتاج حق تفاصيل ونقاش غير مجتزئة، تكون واضحة بشكل متكامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأخ عبد الرحمن جمشير، تفضل. شكرا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على توافقهم مع مجلس النواب في الموافقة على زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10%. الحقيقة سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أن مجلس الشورى كان مشاركا في المباحثات التي جرت بين الحكومة الموقرة وبين مجلس النواب، لأن هذا في صميم العمل البرلماني، وكنا لو قد خففنا على مجلس النواب الهجمة الشرسة من التواصل الاجتماعي على موقفهم الوطني في الموافقة على مشروع الضريبة، زيادة الضريبة المضافة. هاي أولا سيد الرئيس. ثانيا، أنا أتفق مع الشيخ جواد أنه يجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة للأسواق وللأسعار من قبل وزارة التجارة في هذه الفترة، وإلا يتضرر المواطن البسيط من هذه الزيادة في الضريبة المضافة. ويجب كذلك على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنشاء لجنة لمراقبة وتلقي كل الاتصالات من ذوي الأسر المحدودة إذا كان هناك بالفعل تضرر لهم من هذه الزيادة. فهذا موقف وطني يجب علينا أن نقف كسلطة تشريعية وكسلطة تنفيذية لضمان أمن الاجتماعي للأسر المحدودة الدخل. شكرا سيد الرئيس. آخر المتحدثين الدكتور بسام البن محمد، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أنا يعني أمانة جزء من المداخلة كنت بداخل فيه في المشروع اللاحق، لكن في نفس السياق معالي الرئيس، أتمنى أن النظر إلى هذا المشروع كجزء متكامل من الحزمة الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية اللي قاعدة تصير. يعني اليوم صحيح أن في زيادة في علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي، لكن هي ضمن توجه اقتصادي شامل قاعدة تنتهج البحرين. هذه لابد أن ننظر لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، أيضا ضمن المشاريع التنموية الكبرى اللي تم الإعلان عنها مؤخرا، لأنه معالي الرئيس التوجه هو فقط مش دعم فقط الأسر محدودة الدخل، إنما الارتقاء بالاقتصاد الوطني ككل، ارتقاء بمعيشة المواطنين كتوجه قاعدة تنتهج الدولة، قاعدة تضع للخطط، قاعدة تضع للبنية التحتية، قاعدة تضع المشاريع اللي إن شاء الله نأمل إنها تتحقق قريبا. الزيادة اليوم هي مو زيادة نسبة فقط، إنما الزيادة هي زيادة للتعامل مع آثار محددة لفترة معينة، فترة انتقالية، وبالتالي لما المشاريع هذه تتحقق على أرض الواقع، لما نبتدي نشوف المدن اللي تم الإعلان عنها المشاريع، التوسع اليوم معالي الرئيس ما صار في قطاع محدد، إنما في قطاعات جديدة ما سبق لنا التوسع فيها بهذا الشكل، قطاع الاتصالات، النقل، القطاع اللوجستي، البنية التحتية، الإسكان، أيضا المشاريع المعنية لفئة الشباب، المدن الرياضية، المشاريع لفئة الشباب، كل هذه المشاريع معالي الرئيس حتى في القطاع الصحي، القطاع التعليمي، مشاريع جديدة راح تخلق فرص واعدة ما كانت موجودة في السابق. فالتنافس اليوم على الوظائف مو فقط على الوظائف اللي كانت محدودة ومحصورة في السابق، إنما توسعت الشريحة، صار في فرص جديدة راح يتم الإعلان عنها، وبالتالي حتى مستوى الدخل للمواطن البحريني متوقع أنه يبتدي يرتفع تدريجيا مع حلول الفرص هذه، مع تحققها على أرض الواقع. فبالتالي معالي الرئيس، أنا أتمنى أن ما ننظر إلى المشروع اليوم كجزء مستقل لحاله، إنما هذه جزء من حزمة أكبر وأشمل متجهين لها مع الرئيس. فبالتالي هذه جزئية مهم أن نسلط الضوء عليها، مهم أن نركز عليها، لأن هي بالمستقبل كثير من الدول اللي مرت في فترة معينة مع وضع خطط ومشاريع مستقبلية قدرت أنها تحقق هذه الأهداف، وإحنا بالتالي متجهين بهذا التوجه على بصيرة، على بينة. المشاريع اللي أعلن عنها كلها أعلن عنها بكل شفافية، وبالتالي إحنا دورنا أيضا أن نعمل كسلطة تشريعية أن نساهم بالتشريعات اللي تحقق الرؤية هذه والتطلعات هذه. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأشكر سعادة الدكتور بسام
على ما تفضل فيه. فعلا العمل اللي تم اليوم هو عمل أول ركيزة فيه هو تحسين القوة الشرائية للمواطن البحريني. تحسين القوة الشرائية للمواطن البحريني هو العمل الأساسي اللي قاعدين نقوم به اليوم. ومع ذلك فهو يأتي كعمل متكامل مع كل الأمور الأخرى اللي تتم. والعمل اللي قاعد يتم اليوم هو عمل وطني لبناء قاعدة صلبة نبني عليها المستقبل ونبني عليها فرص المواطنين. فلذلك هذا العمل عمل يغطي جوانب كثيرة، يغطي خطة تعافي اقتصادية تم الحكومة أعلنت عنها بشفافية اللي هي فيها مستقبل واعد لأبناء البحرين ومستقبل واعد للمواطنين في خلق الفرص لهم، وبنفس الوقت راعت الاحتياجات لذوي الدخل المحدود. وهذا كان عمل شاركت فيه جهات حكومية كثيرة، شارك فيه مجلسكم الموقر، شارك فيه مجلس النواب، شاركت فيه غرفة التجارة، شاركت فيه جهات كثيرة في القطاع العام والقطاع الخاص. أود كذلك أشير إلى وأشكر سعادة العضو خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية، لأن هو واللجنة المالية فعلا كانوا شركاء في كل هذا العمل الوطني الهام اللي أساسه هو حفظ القوة الشرائية للمواطنين وتقوية مكانة مملكة البحرين الاقتصادية والمالية عالميا، والبناء على كل ما حققناه يدا بيد معاكم ومع المواطنين ومع القطاع الخاص لوضع مملكة البحرين في أفضل موقع ممكن للخروج من الجائحة. والآن هذه هي الفرصة، وأشكركم على هذا العمل لأن فعلا هو عمل يبني على ما حققناه. شكرا. شكرا جزيلا. بعد هذا النقاش الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ. أغلبية موافقة. تفضل اقرا مواد المشروع لو سمحت. تسلم. ان شاء الله سيدي. مشروع قانون رقم لسنة بتعديل المادة 9 من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي. توصية اللجنة المسمى الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المسمى كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. الدباجة توصية اللجنة الموافقة على نص الدباجة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على الدباجة كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الأولى توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الأولى كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثانية توصية اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. شكرا. المادة الثانية الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة. أغلبية موافقة. هل تودون أن نأخذ الرأي النهائي في هذه الجلسة؟ إذن الأخ الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور أحمد سالم العريض، أحمد مهدي الحداد، الدكتور بسام إسماعيل بن محمد، جواد حبيب الخياط، جواد عبد الله حسين، حمد مبارك النعيمي، خالد حسين مسقطي، درويش أحمد المناعي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبد العزيز حسن أبل، الدكتور عبد العزيز عبد الله العجمان، عبد الله خلف الدوسري،
عبد الوهاب عبد الحسن منصور، علي عبد الله العرادي، فؤاد أحمد الحاجي، نانسي دين أخضوري، نوار علي المحمود، هالة رمزي فايز، ياسر إبراهيم حميدان، يوسف أحمد الغتم، معالي الرئيس علي بن صالح الصالح. موافق. إذن الموافقة بالإجماع. شكرا جزيلا. الموافقون على الرأي النهائي. أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. وبهذا نرفع الجلسة اليوم وإلى اللقاء.